يعني مش بيتوفقوا في المستقبل، برضو في ناس في الكليات اللي هي بيقال عليها ان هي كليات قليله لكن بيتفوقوا وبيبقوا انجح كمان بكتير، لان هو في الاول وفي الاخر يعني الشخص هو اللي بيبقى قمه في كليته ومش العكس. اللي هو برضو نوجه برضو نصيحه لاولياء الامور اللي اولادهم داخلين على ثانويه عامه، اللي هو بلاش نضغطهم يا جماعه وبلاش ان احنا نتحملهم فوق طاقتهم، ولا حضرتك شايف ايه؟ لا طبعا، يعني هو المفترض نصيحه لاولياء الامور، الثانويه العامه مش نهايه المطاف. حتى لو ولادنا ما توفقوش في ثانويه عامه، ممكن يتوفقوا في الحياه العمليه بعد كده ويحققوا نجاحات مبهره، وفي نماذج من دي كتير يعني. فاحنا مش عايزين نخلي الثانويه العامه بعبع وتبقى هي بنفقد فيها امال كتيره واحلام كتيره. هي بتبقى ليها فرحتها وليها بهجتها، في المقابل برضو مش عايزين نقول ان دي نهايه المطاف. يعني احنا ما حققناش حاجه لسه، احنا لسه قدامنا طريق طويل، حتى الاوائل بتوع الجمهوريه لسه قدامهم طريق طويل. لو حضرتك بتقول ان دي نهايه مرحله وتبدا مرحله جديده، وفي بدايه مرحله ثانيه اصعب مش اسهل، يعني المرحله اللي جايه تحدياتها اكبر واقوى، لان هي خلاص بتحدد بقى انا هدي ايه للمجتمع. يعني انا دلوقتي انا اللي خدت، انا تعبت واستفدت ان انا اتكرمت وخدت مجموع كويس وبقى ليا رانك كويس على مستوى الجمهوريه، بعد كده انا بقى المفترض هعمل ايه بقى للمجتمع وللناس اللي حواليا. دي مميزات الشخص الناجح، يقدر يدي ايه للناس اللي حواليه، اللي هو انا هقدر افيد ايه في المجتمع وبرضه اشرف نفسي واشرف اهلي. انا كده كده اجتهدت وربنا يكرمني. طب سؤال لحضرتك، حضرتك كنت بتتعاملي معاه ازاي بالنسبه للمذاكره وان هو يذاكر وكده؟ هو الحقيقه انا ما كنتش بضغط عليه خالص في المذاكره، انا كنت عارفه هو وراه ايه، انا مجرد ان انا كنت بقعد جنبه في هدوء، مجرد بس وانا اسمعه في الاوضه بتاعته. كان ممكن يقعد يتكلم على ترتيب الحاجات اللي هيذاكرها في اليوم، الجدول اللي هيعمله، كنت ماشي اقول له اوكي كويس برافو، ما قدرتش تخلصه ما تخبطش، مش لازم تخلص كل الحاجات، ما تضغطش نفسك يعني. كنت بحاول اهديه على قد ما اقدر. حاجه مهمه جدا برضو عايزه انصح بيها الامهات، انها ما ينفعش تقارن ابنها بحد، لان دي بتعمل احباط جامد جدا. دي قدرات ربنا خليها في كل واحد، كل واحد دي طريقه مذاكره، كل واحد دي طريقه استيعاب، كل واحد دي المدرس اللي بيفهم منه. ما ينفعش اقول له روح للمدرس الفلاني عشان صاحبك عنده متفوق، لا ما ينفعش. هو الطالب اللي هيقدر يقيم نفسه وهيقدر يفرز مين المدرس اللي هيفهم منه، وهو لوحده هيقدر يحدد هدفه وهيوصل له ان شاء الله. وربنا يفرح كل الامهات ويفرح كل الولاد. حابب تضيف اي حاجه ترى مرسلين وتنصح الشباب مثلا دفعتك اللي حتى لو ربنا ما وفقهمش بمجاميع كويسه تنصحهم ان هم حتى لو دخلوا اي كليه؟ ثانوية عامة مش نهاية المطاف. يعني هو اللي خلص ثانوية عامة وجاب مجموع أو ما جابش مجموع، هو ولا نجح ولا فشل ولا أي حاجة، هي بس مجرد سلمة أنا أخش من أنهي باب، هل أنا أخش هندسة ولا حسابات ولا أي جاب أي كلية تانية، واللي بيخش هنا ممكن ينجح واللي بيخش هنا ممكن ينجح، فهي مجرد خطوة من الخطوات مش آخر خطوة. فيعني هي خطوة في النص الناس كلها تعدي منها وخلاص، اللي عدها ما نجحش وما فشلش، فمش نهاية المطاف.